اسمي هبة طلال العالمي، أبلغ من العمر 16 سنة، طالبة في الأولى بكالوريا علوم رياضية. أنا كاتبة صغيرة لدي مجموعة من الإصدارات، هي 7 إصدارات باللغة الفرنسية، باللغة العربية، وأيضا ترجمة باللغة الأمازيغية، تتراوح بين القصة القصيرة، الرواية والقصة المصورة. أنا أيضا نائب ثاني لرئيس برلمان الطفل العربي. صراحة منذ صغري كانت والدتي تروي لي قصصا قبل النوم، فتوطدت علاقتي مع الكتاب منذ الصغر. يعني كان هدف والدتي هو غرس في ثقافة القراءة، وبذلك يعني تغلغل في جوارحي هذا الحب وهذا الشغف في القراءة، وبدأت أقرأ العديد من الكتب في مختلف المجالات بمختلف الأصناف. يعني وبفضل هذه القراءة بدأت أشارك في المسابقات القرائية كتحدي القراءة العربي والمسابقات التي تقبلها. ثم أردت أن أتميز عن القراء، يعني أول كتاب كان باللغة العربية، ثم بعدها تذوقت هذه اللذة، تذوقت لذة الكتابة، وبدأت أكتب أيضا كتبا بالفرنسية، وخذت غمار تجارب أخرى وهي كتابة الروايات، إلى أن وصلت الآن والحمد لله إلى 7 إصدارات. اليوم في معرض الكتاب الخاص بالأطفال قمت بتوقيع كتبي إصداراتي، وعجبني التفاعل الذي حظيت به من طرف الأطفال، أسئلة التي يطرحها الأطفال، ويعني كانت أسئلة جميلة جدا وعميقة جدا، والحمد لله كانت أجواء عائلية، أجواء جميلة جدا مع الأطفال، يعني كأن الرسالة تمر من الطفل إلى الطفل، وهذا جميل جدا. وحبذا لو يعني في هذا المعرض الخاص بالطفل أن نجد كتاب آخرين، ونجد أطفال آخرين يوقعون كتبهم، لأنني لاحظت أني يعني كأني الوحيدة التي أوقع كتبي في هذا المعرض، وهو معرض كتاب مخصص للطفل. فشيء جميل جدا أن نجد يعني رسالة تمر من الطفل إلى الطفل، وحبذا أن نجد هذا أيضا في الورشات الأخرى وفي توقيعات أخرى، لأن هناك مجموعة من المواهب في المغرب. المغرب هو بلد يحظى بمجموعة من الأطفال الذين بدأوا في الكتابة، الذين اكتشفوا غمار هذه المغامرة وهي كتابة الكتب. ليتنا ربما في المستقبل نجد ورشات أخرى أو توقيعات أخرى لكتاب صغار، علما أن في المغرب هناك العديد من الكتاب الصغار. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.